والبنات مركزين بالرغم من فرق النقط، وده مهم على فكرة. السؤال بيقول: ارتبط أكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر بالفترة الأخيرة بموضوع ألف التخزين القرني، الزراعة الموسمية، جيم رفع منسوب المياه، دال الري الدائم. أربع اختيارات، 30 ثانية والوقت بدأ. زهرات العلا صحيح معاهم 29 درجة، لكن لو معرفوش الإجابة عن السؤال ده السؤال هيجيلكوا وممكن تاخدوا بيه درجتين. الوقت انتهى. شهد، اجابتك هي الري الدائم. وليه اخترتي الري الدائم؟ لان هو كان تقريبا المشروع عن قناه الاسيوط الجديده، اللي هو اكبر مشروع مائي على مجرى نهر النيل. هل اكبر مشروع مائي على نهر النيل هو قناطر اسيوط الجديده؟ ده سؤال مركب بالمناسبه، بيستلزم ان انتوا تبقوا عارفين هو ايه اكبر مشروع مائي على نهر النيل، والمشروع دوت بعد ما تعرفوه مرتبط بانهي اختيار من الاختيارات الاربعه دي. وانا اتعودت من زهرات العلا دايما على الاجابه المتكامله، لكن المره دي اجابتكم خاطئه. الفريق الاخر، شقر، عندكم اجابه ولا لا؟ وهتاخدوا السؤال ولا لا؟ يا اما يديكوا درجتين يا اما يخصم منكم درجتين. عمليه صناعه القرار. نغم قولي لي قرارك هو. نغم بتتشاور المرة الأخيرة مع فريقها. قرارك إيه نغم؟ أنا خايفة ناخد مصر درجتين. طب شاركونا بتفكروا في إيه؟ أنتِ قلقانة تخسري نقطتين، مش كده؟ زمايلك بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللي هي إجابة، أقول الإجابة يعني؟ بيقولوا إجابة اللي هي التخزين القرني. هتاخدي السؤال ولا لأ؟ إديني قرار. عشان لو هتجاوبي هاخد الإجابة اللي قلتيها. هتاخدي السؤال. بس انتي ما كنتيش واثقة. طيب أنا بحاول أفهم نغم خدت القرار إزاي. هل انتي بتمشي ورا رأي الأغلبية ولا عندك إحساس فيما يتعلق بالسؤال ده ومشيتي وراه؟ هو احنا كنا شاكين في الاجابه دي، وعشان اللي هو بتاع السد اللي هو اكبر مشروع مائي على نهر النيل هو السد العالي، والسد العالي بيعمل على ايه؟ ما هو التخزين، تخزين المياه. فاحنا قلنا بقى هي دي. حسبتوها كده. للاسف يا نغم القرار كان خاطئ، خصم درجتين، رصيدكم من النقط 23 درجه وزهرات العلا 29 درجه. بالسؤال الأخير ببارك لزهرات العلا، هم الفريق الفايز، وبنهني مدرسة الشقر من القليوبية، سقف لهم ونحييهم. شهد، أنا تعودت منك على روح عالية دايما، تقولي إيه النغم؟ هارد لك ليهم، وهم طبعا الفريق فايز لأن هم دخلوا نصف النهائي. احنا تشرفنا لأن احنا لعبنا معاهم، هم فريق قوي إن شاء الله اللي جاي أحسن. نغم تقولي لها إيه؟ أقول لهم ألف مبروك وإن هم لعبوا كويس يعني. انا مش عايزاكي تعيطي، انتي واصله للدور قبل النهائي، انتي من افضل اربع مدارس في المسابقه كلها على مستوى جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه الماتش كان صعب، لكن قدرنا بيه نعرف مين الطرف الثاني
اللي هيلعب في الماتش النهائي مع مدرسة الفتح بالفيوم. طرفين المسابقة موجودين، مدرسة الفتح في محافظة الفيوم وزهرات العلا باسكندرية، هيقابلوا بعض وأكيد هيكون ماتش صعب، هننتظر مباراة صعبة جدا وماتش صعب جدا استنادا للأداء اللي احنا شفناه على مدار المراحل اللي فاتت كلها، التمهيدي والتاني والتالت، والنهاردة كمان ماتش كان صعب جدا. نشكر الفرقتين المسابقة دي بنظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدرنا بيها نوصل للمراحل النهائية ونشوف الفرق اللي فايزة على مستوى محافظات الجمهورية كافة ونتعرف على مهارات أولادنا في كل مكان الحقيقة. ودلوقتي بنوصل للمراحل النهائية في المسابقة، الماتش النهائي هيكون صعب وحاسم وهيعرفنا مين الفرقة صاحبة لقب الأوائل. نشوفكم في الحلقة القادمة.